أكادير تعيش الحدث هذه الأيام، حدث كروي كبير في مدينة سياحية بامتياز. هذه مناسبة خصنا نفتخروا بها، احنا اليوم الناس ديال أكادير ديال سوس رحنا، هذه هي المعجزة ديال الله تبارك وتعالى ملي جميع الدول ديال العالم باش يطلعوا على البلاد ديالنا كي داير. كاين الازدحام كثير وحنا فرحانين بهذا الماتش اللي غيديروا في مدينة أكادير، غيكون واحد الرواج. وليداتنا مهتمين بكرة القدم. الحمد لله اليوم جينا نشجعوا فرق حسنية أكادير والمنتخب ديالنا المغربي، إن شاء الله باش ندخلوا ويكون هذا شعور رياضي، الافتتاح ديال التيران الجديد. الكل إذا ومن مختلف الأعمار يتسابق للظفر بتذكرة دخول الملعب الجديد ومتابعة مبارتي حفل افتتاحه، والتي يستضيف من خلالهما المنتخب الوطني نظيره الجنوب الإفريقي في مباراة الافتتاح، والفريق المحلي فريق حسنية أكادير فريق شبيبة القبائل الجزائري في مقابلة رفع الستار. كيحصل لي الشرف أنني نكون من اللاعبين اللي غادي يديروا افتتاح ديال ملعب أكادير، كذلك كيحصل الشرف لجميع لاعبين فريق حسنية أكادير. نتمنى إن شاء الله أن المقابلة تدوس في واحد الجو رياضي، واحد العرس رياضي كبير. القيمة المضافة هي قيمة كبيرة، لولا وجود هذا الملعب ما كانش غتكون هالتظاهرة، يعني هذا الملعب هو اللي تاح لنا الفرصة باش تكون هالتظاهرة. أماكن بيع التذاكر تشهد ازدحاما سيزداد مع العد العكسي لتوقيت إجراء المقابلتين في مشهد كروي سيعطي نفسا جديدا لرياضة كرة القدم محليا وطنيا ودوليا، خصوصا أن الملعب الجديد سيحتضن رفقة ملعب مراكش الكبير منافسات بطولة العالم للأندية دجنبر المقبلة.